يعني أعتقد أن الدول الغربية هناك ورقة الضغط روسية، يعني في مواجهة الدول الغربية، وألا وهي سلاح الطاقة، وهو ما يعني تحدث عنه الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال بأنه لا يجب، يعني يجب علينا منع روسيا من استخدام الطاقة كورقة ابتزاز، ودعا الأمم المتحدة لتشكيل محكمة خاصة حول روسيا وصندوق للتعويضات. ويعني على الجانب الآخر، فإن هناك توتر ما بين روسيا والغرب، ويعني والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت لأول مرة إعادة تشكيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كخطوة تمهيدية. يعني موسكو بترى أن واشنطن تحاول أن تقوم بعزلها من مجلس الأمن. وعلى الجانب الآخر، فيعني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى محادثات مع العديد من قادة الدول الغربية حول إجراء تعديلات على تشكيل مجلس الأمن. وعلى الجانب الآخر، فإن موسكو تحاول أيضا أن تلعب بتلك الورقة الأمريكية الضاغطة بشأن استبعادها أو عزلها بمجلس الأمن بتشكيل تحالف صيني روسي للمناداة أو المطالبة بضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتمثيل القوى الجديدة داخل مجلس الأمن ومراعاة التمثيل الجغرافي العادل للدول، وهذا الأمر الذي يستفز واشنطن. نعم دكتورة نادية، نقطة أخرى، يعني اليوم بعد اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات على روسيا، هل تتجه الأمور إلى الصدام والمواجهة السياسية والاقتصادية برأيك؟ يعني أنا أعتقد أن يعني أن جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال أن وزراء تكتل الدول 27 قد اتفقوا على فرض عقوبات جديدة بتستهدف روسيا في اجتماع غير رسمي، يعني تم تحديدا بالأمس، بعد ساعات بعد أن أصدر الرئيس بوتل الأمر بأول تعبئة في وقت الحرب منذ الحرب العالمية الثانية، وهو تعبئة الجيش الروسي يعني بأكمله. ومن هنا وجدنا أن دول التكتل 27 اتخذت قرارا سياسيا بتطبيق إجراءات جديدة بتتعلق بفرض عقوبات جديدة على قطاعات وأفراد روسيين ومد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة. ومن هنا بتجدي أن يعني على الجانب الآخر، فإن هناك توتر بالفعل ما بين روسيا والقوى الغربية. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أنه تم استدعاء 300,000 جندي روس من قوات الاحتياط. والجديد في الأمر أن هذا الاستدعاء سوف يقتصر فقط على الجنود المحترفين ولن يتم استدعاء. نعم دكتورة نادية، بهذا الخصوص كما تفضلت، يعني بعد إعلان روسيا التعبئة الجزئية اعتبرتها المفوضية الأوروبية هذه الخطوة متهورة، هل نحن اليوم أمام أو بداية حرب عالمية ثالثة؟ يعني ربما يعني أعتقد أن يعني أننا أمام توتر دولي جديد وإعادة تشكيل للقوى الدولية وإعادة هيكلة النظام الدولي. وعلى الجانب الآخر، فإن هناك يعني فإن روسيا لديها حلفاء ومصالح مشتركة مع العديد من الدول وعلى رأسها الصين، مما يؤشر لزيادة حدة الانقسام العالمي بين الغرب والشرق، كما أن تبعات هذا التصعيد الدولي سوف روسيا لتقوية تحالفاتها مع الصين وإيران التي طالبت بالانضمام لمجموعة شنغهاي يعني أو قمة شنغهاي للأمن. وأيضا فإن سوف ينقسم العالم يعني لدول داعمة ومؤيدة لروسيا والصين وإيران في جبهة واحدة ضد الدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. وبتجد أن هذا التصعيد قد يعني ظهر جليا أو واضح مع تطبيق الغرب عقوبات على روسيا باستبعادها من حضور المنتديات العالمية وحرمان روسيا من حضور اجتماعات مجلس الأمن، وعقد الغرب ثلاث جلسات استثنائية بشأن أوكرانيا وإدارة العملية العسكرية الروسية. فمن هنا بتجدي أن هناك يعني انقسام عالمي. يمكن أن يانغ جيتشي وهو كبير مسؤولي وزارة الخارجية الصينية خلال اجتماع مع جوس ليفان في شهر مارس الماضي في إيطاليا في روما، يعني
رفض استخدام الغاز الروسي، هو قال انها مجرد عمليه عسكريه او ان هي جزء من الشؤون الداخليه لروسيا. فمن هنا لا توجد ادانه صينيه واضحه ولا ادانه ايرانيه. وايضا الجانب السوري يعني اعلن عند بدايه يعني العمليه العسكريه الروسيه في مواجهه اوكرانيا عن يعني عن ان هذا امر يتعلق ايضا بالشؤون الداخليه. فهذا يدل على ان هناك انقسام عالمي ودولي. تماما ضيفتي دكتوره ناديه اتضحت الفكره، اشكرك جزيل الشكر. ضيفتي من القاهره دكتوره ناديه حلمي استاذه العلوم السياسيه في جامعه بني سويف، شكرا لك.